السلام عليكم، أنا طارق، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هنلخصه في نقطتين. النقطة الأولى مشكلة الفيزا السياحية اللي ناس كتير جدا واجهتها الفترة الأخيرة، سواء بالرفض أو بنوع الفيزا الجديد اللي خرج. النقطة التانية هتكون بخصوص الإقامة السياحية في تركيا اللي بتعملها بعد ما توصل تركيا بالفيزا السياحية. قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش السبسكرايب واللايك، وعشان ما ضيعش وقتكم لو انت عملت الفيزا بتاعتك السياحية ووصلت تركيا فتقدر تعدي الجزء الاول وتتابعني من الجزء الثاني المتعلق بالإقامة. النقطة الاولى بخصوص الفيزا السياحية، في الموضوع دوت هتكلم عن نقطتين. النقطة الاولى خاصة بالجنسية العراقية خصوصا، لان الموضوع ده ما شفتهوش غير حصرا مع الجنسية العراقية فقط، وهو النوع الجديد من الفيزا اللي هيظهر على الشاشة، وهو الفيزا اللي مكتوب عليها إقامة بتشالشمايتشين ويجون ديلر. معناها إن الفيزا لا تسمح بالإقامة أو العمل. النوع ده من الفيزا بدأ يطلعوه من العراق تبع السفارة التركية في بغداد، وده بدأ يظهر في شهر ديسمبر اللي فات. الله أعلم لو ناس قبل كده واجهتها نفس المشكلة، بس كل الفيز اللي أنا شفتها طلعت في ديسمبر أو في بداية السنة الجديدة في 2022. بشكل مختصر إن النوع ده من الفيزا لا يعطي حق الإقامة أو العمل في تركيا، ده غير الفيزا اللي الناس طول عمرها بتاخدها، الفيزا العادية اللي أنت بعد ما تستلمها بتوصل تركيا وتقدم على الإقامة وتقدر تستقر في تركيا. الفيزا الجديدة في ناس راحت قدمت على الإقامة، وفي أقلية استلمت إقامة أو قبلوا الملفات بتاعها. بخصوص الموضوع دوت، القرار الرسمي إن الفيزا اللي عليها الكلام ده ممنوع يطلع لها إقامة. الفيزا ديت حاملها مسموح له إن هو يدخل تركيا يقضي الفترة بتاعت الفيزا اللي هي بتكون 30 يوم في العام، وبعد كده يمشي من تركيا بدون ان يكون عنده الحق ان يقدم على الإقامة في تركيا. فالغالبية ما بيتقبلش الطلبات بتاعها، والموظف بيوري له العبارة بيقول له ما ينفعش عشان الكلام ده موجود في الفيزا. طيب الناس اللي قدمت وتوافق لها على الإقامة او الناس اللي اتقبل الملف بتاعها دوت، يرجع لسبب واحد بس، ان الموظف اللي شغال من غير ما يشوف العبارة شاف فقط التعليمات اللي جات له مؤخرا. يعني احتمال كبير المكان اللي هو شغال فيه المدير بتاعه او الوزارة ما بعتتلوش ورقة بتقول له ما تقبلش الطلبات بتاعت الإقامة اللي عليها العبارة دي. ففي الحالة دي الموضوع تماما في ايد الموظف اللي شغال، ممكن يقبل وممكن يرفض. فلو انت معاك النوع ده من الفيزا وناوي تيجي على تركيا وتقدم على إقامة فموضوعك غير مضمون تماما. أنا شفت على الإنترنت بعض الأصدقاء خصوصا العراقيين بعتولي فيديوهات بخصوص الموضوع دوت، وأنا تابعت الحاجات اللي موجودة على مواقع الوزارة الداخلية التركية، زي ما بنقول بالتركي جنالجة. جنالجة معناها قرار عام بيتبلغ لكل الولايات. ففي الجنالجة مكتوب بشكل واضح في حالة وجود أي استثناء أو ملاحظات على الفيزا لا يقبل طلب الإقامة. دي الجنالجة العامة بتاعت الفيزا. ففي ناس قدمت واتقبلت، بس ده موضوع غير مضمون. وبشكل عام اللي بيطلع الفيزا وزارة الخارجية، واللي بيقبل طلب الإقامة كوتش إدارسي أو إدارة الهجرة اللي تبع لوزارة الداخلية. وعشان دي وزارة الداخلية تطبق قرارات وزارة الخارجية بيكون بشكل عام في تركيا حوالي شهرين، اللي هي مع نهاية السنة القديمة ودخول السنة الجديدة، وإن بتبدأ القرارات تاخد تشريعات تانية وأشكال تانية لحد ما تتطبق من كل ولاية للتانية. فأي شخص بيقولك إنك تعالى بالفيزا دي وهتاخد إقامة، فهو بيكون احتمال كبير يكون مش عارف، أو تجربته بناء على شخص او اتنين اللي هم كانوا استثناء، وممكن يكون في مخاطرة او خسارة ليك كبيرة، خصوصا لو انت ناوي تصرف مبلغ او تيجي تركيا وتتفاجئ انك مش قادر تقدم على الاقامة. الملاحظة التانية بخصوص موضوع الفيزا، في
في ناس كتير جالها رفض للفيزا التركية في الفترة الأخيرة، خصوصا العراق، اليمن، سوريا، فلسطين، وكمان معهم السودان وشوية من مصر. في الفترة الأخيرة في تركيا الحكومة بتحاول تغير بعض القرارات اللي كانت ماشية عليها، وهو تغيير شوية لسياسة الباب المفتوح، إن أي شخص يجي تركيا يقدر يقدم على الإقامة. فالحكومة بتحاول إن هو ياخد سياسة إن الشخص اللي جاي يكون عنده فلوس، يعني هيجي هيستقر في تركيا يشتري عقار أو يأسس عمل أو يعمل تجارة أو يدخل في الصناعة أو في أي مجال، فيدفع ضريبة للدولة بسبب إنه بيشتغل أو هيشتري أي حاجة، أو وفي نفس الوقت يشغل ويعمل فايدة في الاقتصاد. بس أي شخص عنده موارد مادية وعنده فرصة إن هو يعمل أي استثمار أو يشتري عقار في تركيا، أكيد بدون شك هيقدر يجي تركيا ويخلص كل الإجراءات. الموضوع الثاني في الفيديو هو الإقامة السياحية. الإقامة السياحية زي ما أنتم عارفين مئات الآلاف وأعتقد ملايين من الناس عاملة الإقامة السياحية في تركيا من جنسيات كتير، وخصوصا من جنسيات عربية. من كل الدول العربية تقدروا تلاقوا ناس عاملين إقامة سياحية في تركيا. الحكومة زي ما قلت لكم بتحاول إن هي تقلل الموضوع ده. ففي الفترة الحالية شفت بعيني سواء ناس أعرفها تواصلت معايا أو مع أصدقائي اللي شغالين في مجال الإقامة والأوراق والكلام ده أخذت رفض. لكن الحكومة بدأت في الفترة الأخيرة، لو أنت شخص أخذت إقامة سنتين أو ثلاثة، ما عندكش عقار، ما عندكش مصدر دخل واضح في تركيا، ما بتدفعش ضريبة للدولة، مجرد فقط إنك قاعد في شقة عقد بالإيجار، فبدأت الحكومة تلغي الإقامات لناس كتير، يعني ما يسمحلوش إنه يجدد. ففي ناس بتحاول إن هي تروح تاخد الفيزا مرة تانية وترجع يقدم في ولاية تانية، خصوصا برا إسطنبول وبرا إزمير وبرا أنقرة. في ناس تانية بدأت إن هي تاخد قرارات إنه يغير نوع الإقامة في تركيا. وفي خبر كان موجود في الأخبار التركية الأسبوع دوت، كان عن أسرة عراقية اللي هو واحد ومراته كان عندهم إقامة وراحوا يطلبوا التجديد ثالث مرة، أخدوا رفض يعني الحكومة ما سمحت لهمش بالتجديد، وعطت لهم ورقة إن هم لازم يغادروا تركيا في خلال 10 أيام. المشكلة إن هم كان عندهم طفل لسه مولود جديد ومش عارفين يطلعوا له باسبور عراقي ولا عارفين يطلعوا له إقامة. عشان يطلعوا له إقامة مطلوب إن هم الطفل يكون عنده باسبور في الجنسية بتاعته، وعشان يطلعوا له الباسبور السفارة العراقية طلبة منهم إقامة عشان يعملوا لهم الإجراءات. فربنا يكون في عونهم إن شاء الله ويقدروا يحلوا المشكلة على خير. بس اللي سمعته إن هم هياخدوا ورقة للطفل وهيغادر تركيا. فخلي بالكم الفترة اللي جاية من الموضوع ده. نصيحتي لأي شخص عنده إقامة سياحية وما عندهوش عمل أو مصدر دخل أو تجارة أو أي شيء تاني، إن تحاولوا الفترة اللي جاية تغيروا نوع الإقامة. يعني ممكن تأسس شركة لو بتشتغل على الإنترنت أو بتعمل حاجة لوحدك، يعني مش في شركة معينة، ممكن تأسس شركة صغيرة، يعني شركة فردية أو شركة لشخص، وتقدر تنقل شغلك ليها وتدفع الضريبة بتاعتها وتريح. ياريت تكونوا حذرين من الناس اللي بتعمل فيديوهات على الإنترنت بيقولك معاك الفيزا حتى لو عليها العبارة اللي اتكلمت عنها في أول الفيديو، اللي هي إقامة بتشغلش ميزني ويجون ديلر، لو موجود العبارة دي تعالى وانا هطلع لك الإقامة. زي ما قلت لكم الناس دي بتبني القرار بناء على تجربة أو اتنين اللي هم عدوا، لكن في الغالب الموظف اللي موجود اللي بيطلع الإقامة أو بياخد الطلب عنده الحق 100% رفض طلبك، وما عندكش حق إنك تراجعه في القرار. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وخلي بالكم ناس كتير جدا ممكن تحاول انه يخليك تيجي تركيا وتبدأ في الكلام ده، لانه هيستفاد منك انه هياخد مصاريف او رسوم الاوراق اللي هو بيجهزها لك سواء انت اخدت الاقامة او ما. ده كان فيديو ملخص عن الفيزا والاقامة السياحية في تركيا مع بداية السنة الجديدة 2022 مع اخر التطورات. اتمنى اني ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون فيه معلومات مفيدة لكم. لو مش مشتركين في القناة ما ننساش الاشتراك في القناة واعملوا لنا لايك. شوفكم الفيديو اللي جاي.
تشاو.